اسلاك سلام ارشد سلام سلام ارشد سلام سق الله دارك يا ابن رشيد سق الله دارك يا ابن رشيد سالم بن بخيت بن رشيد الاكتبي واسعد الله صباحكم اسعد الله صباحكم يا ابن رشيد كافه وين ما يسكن سالم بن بخيت بن رشيد سلمة هداك يا سالم ويعل دارك حية هنين الأمس المترة الأخيرة اللي ترحب بشط العرب ومالك شط العرب وشعاره وناموسه وجماهير تهانينه وسلام سلام سلام عليكم وين ما يسكن سيف بن عجيل مطر الضحاك الشامسي واسعد الله صباحك يا بن عجيل واقول لك قد بورنينج على هذا الناموس وعلى هذا الانطلاق هاي لحظة صورة خط النهاية مع الفوز والناموس محمد بن خليفة بن قحيد ولكن الميتين المتر الأخيرة الله يا الخاصوني يا سلام يا الخاصوني شواهين تميم براز محمد الخاصوني الاكتبي مسيطر على المركز الأول وصامدا على مقدمة الشوط واسعد الله صباحكم يا هالي وين مليحه ولا بحايص تهاني الناموس المركز الثاني شعار سلطان بن سعيد بن ثامر منصور المركز الثالث بن خليفة الاقفلي هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة للمراكز يا سلام يا بن حلوة يا سلام يا بن حلوة مغامر خلاص يبغي المركز الأول وعاشقنا عاشق المركز الأول عاشق مقدمة الشوط تهانينا والناموس مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي بمناسبة فوز مغامر بأول المراكز عرض وصوله حط النهائي المركز الثاني علي بن محمد بن سالم بن رشيد ولكن غزيلان ما شاء الله اللي هي تسيطر على المركز الأول غزلان صامدة على مقدمة الشوط بقول التهاني والناموس لمالكها ومالك هذا الشعار محمد بن سعيد بن عبيد الحميد هاي العضات صورة خط النهاية نبدأ في المركز الثاني سعيد بن عبد الله بن شميل وفي المركز الثالث الواري محمد بن علي بن رشيد والشوط والذي جاي هلا الله الله يا بالشاوي والحميري وبالشاوي والحميري واثنينهم في موقع جميل موقع مميز ولكن الطيار يزف السلامات يذهب بالسلامات إلى وين بقول إلى هالي اللبسة وسعد لي صباحكم تهانينا لراشد بن سيف المركز الثاني لسهيل بن خليفة برشيد المركز الثالث سحابة اللي بدأت تقترب تبغي تعود إلى موقعها الميتين يا بن مسعود ولا أبو محمد اللحظات الأخيرة لحظات الناموس يا سلام سحابة الشاهينية ولا سحابة الشاهينية تهانينا والناموس لمن عند اللجنة المركز الثالث لسالم بسلطان بن رشيد السويدي الأخيرة يلا لمن الشوط الأول يا ابناء القبائل لبيب ولا الصيرمي يا سلام اللحظات الأخيرة تهانينا بقول للمرة الثانية على التوالي لمحمد بن سعيد بن محمد بن أحمد وإبراهيم المركز الثاني خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري على أرضية هذا الميدان ما شاء الله بينما المركز الثاني الشاهينية سلطان بن محمد بن طوق العليلي هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة والنقطة الثانية ذهبت إلى دمعة الثالثة لمحمد بن سعيد محمد بن أحمد إبراهيم المركز الثاني للسيد سلطان محمد بن طوق الجانب الثاني مبعد لأحمد بن سعيد النبي الحلوة ولكن خلوني أتحدث عن صاحب التوقيت الأفضل في أحد الأسابيع هنا على أرضية هذا الميدان تهانينا لمالك العابر لجماهير العابر والتهنية حقيقة مني لمالك العابر محمد بن سعيد ثامر المنصوري صباحك دائما جوري تهانينا موس ولكن الميتين يا من حاشة خلاص ختامية هذا الموسم هل سوف تبقى مع من حاشي يا سلام يا بن عجيل قلت لك عجل أمورك شكرا على هذا التواصل وعلى هذا الناموس ومن حاشي هي من سيطرت ما شاء الله على المركز الأول المركز الثاني لحميد سعيد ثامر المنصوري المركز الثالث جميل في هذا اليوم المميز بقول سلام على هذا الشعار اللي صال وجال على هذا الميدان أو في أي ميدان تهانينا
تهانينا لمالكه، تهانينا لعشاقه علي بن عبيد بن رشيد بن عبيد الكتبي، وبقول سلام يا شدة سلام، واسعد الله صباحكم بهذا الانجاز وهذا الناموس الجميل والمشرف. مركز ثاني كفو راشد بن خلف بن مطر بن علوان، تبغي تعيد انجازها، تبغي تعيد الكثير والكثير من هذا الانطلاق. اللحظات الاخيره، رموش مصيحه، رموش ولا مصيحه، مصيحه مصيحه ولا رموش. اللحظات الاخيره، تهانينا لمالك مصيحه راشد بن خلف بن مطر بن علوان، وسلام يا ابو سنيد يسعد صباحك والله. المركز الثاني راشد الكتبي فراري لعبيد بن راشد بالشاوي ثالثا، ولكن وين المستشار ولا سلهود؟ المستشار ولا سلهود؟ اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة، تهانينا لمالك المستشار يمسيف بن يعقوب الخميس الغويخ، والسلام بنقول سلام وين إلى هالي السوان. أسعد الله صباحكم. المركز الثاني سلهود لعبد الله بن ضعيف مصبح بن حمود. المركز الثالث كذا كانت النتيجة أيها الإخوة. الله يا الشاهينية، الله يا الشاهينية، ما شاء الله. تهانينا تهانينا لمحمد راشد طبعا الكتبي بمناسبة فوزه بالمركز الأول، وبقول أسعدني صباحكم يا هالي الزيت كافة. المركز الثاني لمحمد بن سعيد الحميني، المركز لمحمد سعيد وابراهيم المركز الثالث. يا سلام يا بلعضيلي، يا سلام يا بلعضيلي، سلام على هذا الأداء الجميل، هذا الأداء المميز اللي يقدم راهب هنا على أرضية هذا الميدان، صالح بن محمد بن عضيلي العامري. وأقول سلام شعار العيناوي، شعار العيناوي. هاي لحظات صولة خط النايم عن الفوز والناموس. المركز الثاني سيد بن خليفة بن عبيد الحبير معك سوى. المركز الثالث يا سلام 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 سلام، واسعد الله صباحك يا السعيدي بمناسبة فوز. خيرة 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 خيرة، تهانينا والناموس على مضن. السلام إلى جلفار، السلام إلى جلفار إذا ما خان به التعبير. تهانينا لحميد بن مبارك بن عبد الله السعيدي بمناسبة فوزه إلى مدينة العين، واسعد الله صباحكم كافة. سلام 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 عليكم يا هالي الخوانيت، شكرا لمضمر الذيب، شكرا للكوكبة هنا اللي قدمت وحضرت لتتابع مالك الذيب. تهانينا لراشد من خلف بن مطر بن علوان، واسعد الله صباحكم للمرة الثانية على التوالي في هذا الناموس الجميل، هذا الناموس المميز. تهانينا والناموس